بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في مركز استقبال حجاج القادمين إلى مكة النورية لإنهاء إجراءات الحج. نحن كدورنا كمكتب إرشاد الحافلات نقوم بتوفير الشباب السعودي المدرب لإيصال الحجاج إلى سكنهم. فأول شيء بتجي الحافلة إلى المركز، بيطلع المرشد معاها، بيوصل هنا عندنا إلى مقر خدمة الحافلات، ما بياخد وقت طويل مع الحجاج. بمجرد أنه الأخوان في قسم الزمازمة بيوزعوا الزمزم، إحنا نقوم بإجراءات الحافلة لإعطاء المرشد عنوان سكن الحاج، ومن ثم ينطلق المرشد. طبعا حيكون عنوان سكن الحاج إلكترونيا، بتنقل له المعلومات الأحداثيات السكن على التاب اللي موفر له هو، فيتجه على التاب بالخريطة إلى موقع سكن الحجاج. طيب، عملكم على مدار الساعة؟ نعم، عملنا على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع كاملا، ما عندنا أيام فيها توقف لأنه هذه أيام حج، فما يكون فيها أي توقف أو أي شيء.